قناة فلوجة بكادرها وبشبابها وبكل من يهم يعني مشرف عليها، نتمنى لهم عام جديد موفقين والتألق والإبداع، ونقول لشعبنا بالرغم من كل الجراحات اللي يعيشها وبكل أيام العوز والضنك يبقى العراقي صاحب عمق حضاري، صاحب رسالة عميقة يوصلها أنه محب للحياة، محب للإبداع، محب لتاريخه ولهويته. نقول من خلال هذه القناة الراقية أنه العراق سيبقى رغم تكاثر من هم يمثلون، هم أرانب يمثلون دور الأسود، إن شاء الله سيبقى العراق برجالاته الطيبين، برجالاته المحبين لراية العراق الخفاقة وسط عويل الذئاب، إن شاء الله موجودين الخيرين. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، ويا رب يسعد هذا الشعب المظلوم ويعينهم إن شاء الله. أكمل التحايا والتبريكات، وإن شاء الله يا ربي صحة وسلام على بيوت العراقيين أينما يكونوا، وخاصة أهلنا بالفلوجة. نقول إن شاء الله عام خيرات ومسرات عليكم، وإن شاء الله ترجع الفلوجة أفضل وأجمل وأحسن مما كانت، لأنه أنا الفلوجة أحبها وأعشقها الفلوجة وأعشق الأنبار وأعشق العراق، وأنتم تعرفون كل زين. لكن لي في الفلوجة أيام جميلة خلصتها، أيام الشباب والعسكرية، وأيضا زرت الفلوجة أثناء تصويري برنامج حزورة بليرة، ويعني في رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بها، لكنه أهل الفلوجة ناس يمتلكون الغيرة والإنسانية والمحبة وطيبين، والله العراقيين طيبين دائما أقولها، والما يحب العراق العراق يشور به. أخوكم الفنان حافظ العيبي. سعيدة أن ألتقي بكم وأبارك لكم مناسبة عيد المسيح وبمناسبة عيادة كريسمس. أقول كل عام وأنتم بخير، وأنتم جميعا أهلنا وناسنا، وإن شاء الله يا ربي تنعاد السنة الجديدة علينا بخير وانفراج لكل محافظات العراق، وشكرا لكم. الفنانة أميرة جواد. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وكادر وكل العاملين في قناة الفلوجة الرائعة بألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي هذا العام عام الاستقرار وعام الأمان وعام الخيرات للجميع، وإن شاء الله تكون سنة أفراح على شعبنا العراقي، واللي تارك بيته يرجع لبيته، وإن شاء الله اللي مغترب يرجع إلى أحبائه وأصدقائه، وتحية محبة وسلام إلى كل أصدقائنا اللي هم الآن في الغربة، وإلى أهلنا داخل العراق. ويا ربي إن شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف خير. كل عام والشعب العراقي بخير والتوفيق للجميع إن شاء الله، وسنة مثل ما هاي السنة إن شاء اللي راحت كانت سنة خير وفرح على العراقيين. أهم شيء إنه ماكو أمن مستتب إن شاء الله، وكل عام والشعب العراقي بألف خير.